فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع السلام إخواننا الحضور. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد منكم يرد لأنه قال. نعم. هل يجوز للمؤذن بعد الأذان في الميكروفون أنه ينوه بالصلاة بعد ما ينتهي من الأذان؟ نعم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بالصلاة بالأذان فقط، فأي كلمات تزاد بعد الأذان فهي بدعة، لا ينوه بعد، يكفي قوله حي على الصلاة حي على الفلاح.